تفضل شو فيني اخدمك؟ بخاطرك شوفي شو بكي؟ انت شو عم بيصير؟ ما بعرف تصرفاتها بهاليومين غريبة كتير. ايه والله غريبة. بدك دق الباب مرة تانية؟ لا ما في داعي، البنت تعبانة وبدها ترتاح. يلا خلينا نمشي. يلا أليس؟ مجد؟ شو عم تعملوا هون؟ بس كنا نحن أنا كنت عم أتمشى بعدين شفت أليس كانت واقفة هون. ما إجاني نوم، طلعت أتمشى بالجنينة. بهالبيت ما في حدا بيطلع بهالوقت، يلي بده يطلع بياخد إذن، مفهوم؟ مفهوم دكتور. بس نحن عم مبكر. خلصنا مجد، امشي قدامي أليس. تصبح على خير يا مجد. نلعب من هون قبل ما اطلب لك الشرطة. ها لو سمحتي استني شوي بس يروحوا بشرح لك كل شيء. بدي اياك تطلعي برات البيت وفورا. رح روح فورا. انا اسفه كثير يا خانم، لا تاخذيني، صار سوء تفاهم. لعي. شو عامله لحتى عم بيصير فيني هيك؟ ليكي أليس، هالبيت له قواعد وكل واحد عايش عندي مجبور يلتزم بهي القواعد. مرة تانية ممنوع تطلعي برا بدون إذني. ما كنت متخيل هيك تصرف يطلع منك. فهمتي علي؟ فهمت دكتور. بعدك بعمري ما رح عيدها. ماشي. يلا طلعي على غرفتك هلا. شرفتي يا خانو. ماشي والله لربيكي من جديد. بانا شبكي؟ سونيا بانا بانا شبكي؟ بانا شوفي انتي منيحة؟ تسطحي بانا اختي شبكي؟ بانا بانا اصحي اصحي شو صار لك بانا؟ شو هالوجع يا الله؟ شو بني أنا؟ كل يلي صار معي بسبب اللي علقته بصرتي. يا الله ليش أنا هيك عملت؟ سكرت الباب بوشي امبارح
يا الله شو كان صار فيني لو كشفوني مبارح. خلص اهدي شوي وفكري شو بدك تساوي. لك انا هون لين. انا مستعجل هلا روح من هون. شو بدها هي؟ كازانوفا زمانك صباح الخير. شو بدك على الصباح؟ بين عليك تعبان كتير. شو متقل بالسهرة مبارح؟ كنت حابة أسألك إذا زبطت موضوع الساعة. اشتريت الساعة اللي طلبتها؟ اعتبريها صارت معك بانا. وعدتك رح جيبها معناتها رح جيبها. اليوم لازم تجيبها ماشي؟ ماشي بانا. ماشي أنا هلأ بطلع وبحاول اشتري لك إياها. بشوفك بقهوة مودة أوكي؟ أوكي يا حلو. شوفك هنيك باي. صباح الخير. لك ان شاء الله بتمشي على رمشي وبتهدي على خدي. كيفك اليوم؟ منيحة وانت؟ انا منيح حتى كتير مبسوط. ايه جاهزة؟ حنطلع سوا؟ جاهزة بس عم قول بلا ما نطلع سوا. اوه وليش لحتى ما نطلع سوا؟ لانه مبارح شافنا الدكتور بكري. أليس ليكي نحن مبارح ما ارتكبنا جريمة ماشي؟ بعرف بس انا ما بدي الدكتور بكري يزعل مني ويفهم الموضوع غلط. يا ريت تفهمني يا ستي. ماشي يلي بتشوفي منيح ساوي. احكي لي بقى ما كنت فارس احلامك امبارح بالليل؟ شلونك اليوم؟ احسن بكتير. اصلا كله بسبب البيرسينج اللي حطيته. ما عاد حطه لو بدي موت. ماما امتى رح تجي؟ تجي بعد شوي. هذا إذا نفدت حالة من عمتي. منيح اللي ما كانت. لو شافت شو كان صاير فيك مبارح كانت انجلطت على السريع. اي والله. كيف كانت الحفلة؟ حلوة كتير والله. بس لما وضعي صار هيك وتعبت اضطريت اجي على البيت واترك الحفلة. لو شفتي حالتي وانا هنيك كنت ببكي. بطني عم تجعني من جهة والكندرة اللي معدتها صارت تضغط على رجلي وتوجعني من جهة تانية. والله زعلتيني. وين عملتوا الحفلة بعدين؟ بالكلية. وين يعني بالكلية؟ جوات الكلية سونيا بقاعة الاحتفالات بالقاعة المركزية. ضحكتيني. وين بدهم يعملوها يعني؟ ليكي رح ابتلي فيكي إذا ما حكيتيلي الحقيقة. لك وين كنتي؟ بانا لا تكذبي علي مبارح المساء أنت وين كنتي؟ لين هلا مو وقت غلاصك طلعي بقى. لين شوفي شو صار لك. ردي علي لين. لين ردي علي لك ردي. لين يا لين. وين بدي يكون يعني؟ بالكلية بالحفلة اللي صارت هنيك. أصبح ليش ما رديتي على تليفوناتي؟ كم مرة اتصلت؟ سونيا عم قلك كنت بالحفلة. أنا ما سمعت تليفونك لأنه الموسيقى عالية. بعدين كنت تعبانة كتير وكأنك مبارح ما شفتي شو صار فيني. بعدين ما لي فهمانة سبب التحقيق من عند الصبح. فهميني وين كنتي لا تلفي وتدوري. لا أنت أكيد جنتي سونيا. خلصي ولا كلمة. انتو فطرتوا ولا لسه يا بنات؟ جبت لكم معروك سخن وتازة. شبكم من على الصبح؟
صباح الخير. صباح الخير حبيبتي. صباح الخير. آه مو معقول، مين هالحلو اللي إجي عنا من الصباح؟ حبيبي ما بيصير تفوت لعنا بدون ما تدق الباب. معناتها في عنا ولد ما بيسمع كلمة أهله أبدا، ولهيك رح نعاقبه بعقوبة الضحك في الكركرة. لا بابا لا تكركرني. بالله. لين لين لك افتحي لين. مجد بلا ما نتخانق اليوم، شو رأيك؟ ايه ممكن، بس شو نسيتي انه انت اللي بتحبي الخناق؟ خلاص انا كتير مبسوطة ورح ضلني مروقة. لين لين افتحي لي لين. أليس أليس وين رحتي؟ مجد أنا سامعة صوت عياط كأنه في شي صاير تحت، بحكيك بعدين ماشي؟ ماه تمام روحي. لين لين شو صار لك؟ افتحي الباب. لين شوفي ابني. لين كانت جوا بعدين وقع شي على الأرض وانكسر وهلأ ما عم ترد علي. لين افتح الباب. لين بنتي شوفي شو صاير هون. اختي لين جوا بس ما عم ترد على حدا بنوب. لين ردي علي شو بكي؟ لين امي اسمعيني. خالي هجر شوفي لين جوا بس ما عم ترد علينا بنوب. لين افتحي الباب بسرعة. طيب شو عم تستنوا؟ كسروا الباب بقى. بابا بعد عن الباب. لين لين شو بك روحي؟ كأنه وشك أصفر شوي. ما في شي أمي تعب. ها. أي ساعة أجيت مبارح؟ بانا أكيد أنت ما شربتي ما هيك؟ شو قصتك أمي أي مشروب هاد؟ الكندرة ضلت عم توجع لي رجلي طول السهرة، شوفي شو سوت برجلي. آه هي لأنه الكندرة جديدة حبيبتي، أكيد عجبتهم كتير لرفقاتك ما هيك؟ يلا لكن قومي جيبيها حتى أشوفها. شو ساوت لما شافتك؟ أكيد طار عقلة من الفرحة. لكن طبعاً طار عقلي على الآخر. ما فهمت أمي شو القصة؟ بارح بعد ما رحتي على الحفلة رجعت أختك على البيت وقالت لي اشتريت كندرة لبانا، حتى جابتها من الموديل اللي بتحبيه. قلت لها إيه لازم هيك لأنها رئيسة الطلاب بالحفلة. لو شفتيها يا بانا شلون ركضت وراحت لعندك. سونيا اجت وراي؟ ايه ركضت وراكي عالجامعة بدون ما ترتاح حتى. بس انتي والله لهلأ ما بتعرفي قيمة اختك بنوب. هاي الكندرة. ها هاي هي؟ هاي كندرة الحفلة تبع بانا. شو حلوة. بابا خلينا ناخذها على المشفى. خلاص ابني ما في شي بخوف. هاجر لو سمحتي جيبي لي كاسة مي وسكر. بس يا بابا. قلنا لك خلاص روح جيب لي كالونيا لشوف. يلا يلا. أليس افتحي الشباك لو سمحتي وطلعي مدحت من الغرفة. كتير اتضايقت كتير عصبت لأنه اللي صار مع مدحت مبارح مو قليل. أليس يعني لين مرضت ووقعت على الأرض بسببي أنا؟ لا حبيبي ما فيها شي، هلأ البابا بيشوفها وبتصير منيحة. تفضل بابا. لين بنتي لين لين يلا شربي هي رح تخليك تصحصحي. يلا لشوف. بابا مو جعبالي اشرب شي. بس يا بنتي لازم تشربي. اقبال ممكن تتركوني انا ولين لحالنا لو سمحتوا؟ الوقت هلا مو مناسب لاي نقاش يا بكري. شبكي اقبال بدي احكي مع بنتي شوي. سلام ايشو هاد يا عيني ايشو هالحلو.
كتير حلو موديلة وعلى الموضة كمان، ما هيك بنتي؟ هي معك حق، حلوة كتير. لك سونيا؟ انت من وين جبتي مصاري لاشتريتي لاختك هيك كندرة غالية؟ بابا بعت لي حوالي امبارح. أنا تأخرت كتير، بدكم شي قبل ما روح؟ لا في عيد ولا في مناسبة، منشان شو بعت المصاري؟ بابا بعت لي اياهم خصوصي إلي. هي فهمناها، بس منشان شو بعتهم؟ لأنه إذا بتتذكروا امبارح عيد ميلادي. ييه على النسوة. لك نحن شو عم يصير معنا؟ شلون نسينا هيك؟ معناتها أبوكي بعتهم مشان تشتري لك هدية. سونيا وقفي بنتي، والله نسينا يا أمي. ما بدي إياك تزعلي. ولو إني هالشي مو مهم. ما تروحي، بدي أشوفك المساء. صباح الخير بابا. أهلين ماجد. قول لأبوك فورا يضبط بالصالون لأنه صار لازم يقوم بكفي نوم. أمي شو قلت ولاد صغار يعني؟ ما تدي له يلي بدك يا. طيب حبيبتي طيب، هلأ رح ضبط كل شي، لا تاكلي هم أبدا. لا بابا ماجد، بعدين منقعد منشرب شي فنجان قهوة ومنحكي شوي مع بعض. كل واحد يشوف شغله ويعمله، أنا ما عندي وقت لشرب القهوة وطق الحنك بنوب. بابا ليك، طالما انت مطمعة فيك رح تضل طول عمرها تعاملك بفوقية. مجد خلص لا تضغط علي انت كمان لو سمحت. ماشي مثل ما بدك. طيب يلا اشربي. فيني افهم بنتي الحلوة ليش هيك عم تساوي؟ لا عم تشرب ولا عم تاكل وعطول معصبة ومتوترة، ما بتحبي تتحملي اي مسؤولية. حبيبتي تهرب الانسان من المسؤولية بيعمل عدم ثقة بالنفس. لا تفهميني غلط، انا هلأ ما عم بنتقد سلوكك بنتي، بس هاي الحالة كتير مخوفتني. بتحبني عن جد بابا ولا بس حكي؟ لا شو هالسؤال يا بنتي، لك انتي عمري وحياتي وقلبي، انتي بنتي الوحيدة الحلوة اللي بتجنن، وانتي اغلى شي عندي. ليكي تأكدي لو شو ما صار بيني وبينك يا حبيبتي، يعني حتى لو عصبت عليكي وحتى لو عاقبتك كمان، أنا هدفي ربيكي أفضل تربية وحلمي شوفك أحسن وحدة بهالدنيا يا روحي. بس أصحيك تنسي إنه أنا أبوكي يلي عن جد بحبك. شكرا بابا، وأنا كمان بحبك حبيبة قلبي. طيب هاتي الكاسة من إيدك، أنت لازم تنامي وترتاحي شوي ماشي؟ عجبك اللي عملتي؟ شفتي الحالة اللي وصلت للين بسببك؟ بس أنا شو علاقتي باللي صار؟ أنا كتير زعلانة عليها، ليش عم تحاكيني هيك؟ شو؟ طولان لسانك كمان. وعلى العرض اللي عملتيه مبارح بقلك ألف مبروك. بس أنا شو عملت؟ شوفي أنا كتير فهمانتك، رحتي جبتي مدحت وبيضتي وشك قدام بكري، بس أنا بعرف إنك نسيتي تليفونك بالبيت قصداً. لا هيك شي مستحيل أنا أعمله. عملتي هيك مشان تحطي لين موقف صعب، صار اللي بدك إياه مو هيك؟ ست إقبال مستحيل أعمل هيك. بكري بيكون أبوها للين، ولازم تعرفي إني ما رح خليكي تدخلي بيناتهم أكتر من هيك، وكمان ما رح أسمح لك تضايقي عيلتي أكتر. أوف. ألو حبيبي. أنت مجنونة شي؟ ما تأخذني الله يخليك. شلون بتسكري الباب بوشنا؟ حبيبي كانت ماتي عم توجعني، ومن جانك كان لازم فوت على الحمام فورا. والله أنا انزعجت كتير يا بنوش، وخاصة إنه بابا كان معي. والله الحق معك، أنا غلطانة، بس الموضوع ما لي خايفة منه لأني بعرف كيف راضي. كيف بتراضيني؟ من هلأ اتشوقت. مفاجأة ما رح قلك، بعدين بتصل فيك. رح أشتقلك حبيبي. باي باي. باي بنتي. أنا رايحة بدي أجيب شي شغلة لأختي، والله هي ما بتقصر معنا بنوب. ماشي أمي، وأنا طالعة بدي روح الجامعة.
يلا الله ينور لك طريقك. أليس وأخيرا اجيتي. لك شو صاير عندكم؟ لين وقعت بالحمام ما قدرنا نطلعها لحتى كسرنا الباب. وهلأ شلون صارت؟ أحسن، صحيت وحكت معنا وهلأ نايمة بغرفتها. كويس، إذا ما عندك شي هلأ شو رأيك نطلع مع بعض؟ مجد، نحن شو حكينا بلا ما نروح على الجامعة سوا. ليك يا أليس، كيفك دكتور؟ أهلين مجد، رايحين على الجامعة طبعا. أي طبعا. أمني؟ فيك تروح أنت، من اليوم ورايح أليس رح تروح على الجامعة معي. شوفك هنيك. مرحبا يا بانا. اوه سميح، رح تجنن البنات هيك. شو هالشياكة هي؟ ايه كيفك؟ ان شاء الله تيسري. تفضل يا خانم، هي هي الساعة. يسلموا ايديك، عزبتك معي، شكرا كتير. ولو ما لقيت اللي طلبتيه، جبت لك نفس الموديل بس بحجار ياقوت، الفرق كتير كبير بالسعر بس مو مشكلة. اوه عن جد شكرا كتير. بس يا ويلك اذا احسان دري. مو مشكلة لا تخافي، بس يا ريت نطوي الصفحة. شو مرحبا شباب، شو هاد؟ شو بكون يا أولاد؟ ما بدي ياكم تزعلوا، هلأ عملت شوربة خضار كتير طيبة، بس تشرب منها لين رح تطيب دغري. أنا رايحة، لين لساتها نايمة. الله يخليكي هاجر، بس تفيق خليها تاكل شي، ديروا بالكن عليها. أنتي لا كلك فكرة. أنا ماني رايح اليوم أمي. وأنا ما بدي روح على المدرسة اليوم، رح أضل مع أختي كمان. مثل ما بدك حبيبي، خليك. وأنا كمان ما رح أتأخر، رح مر لعند أخي مصطفى مشان أعمل له وكالة، وبعدين رح مر على الكلية وأرجع على البيت. إذا صار شي اتصلوا فيني. خلص أمي لا تخافي. يلا بخاطركم. الله معك. بس تخلصي محاضراتك على البيت فورا. طيب دكتور. شو هاد يا الله، هاي تبهدلت قدام الدكتور بكري. شوفي جواتها. هي إلك، افتحها. واو واخيرا، يسلم ايديكي. ليك شوف ماركه مرتبه. ها معك حق احسان، لو بتعرف قديش تعذبت لحتى لقيتها. بس هي الساعه حجاره ياقوت مسترس. بس اكيد في فرق بالسعر. احسان شو عم تقول، والله عيب عليك حبيبي، بيسهل احسن ساعه بالعالم. قالين مريضه، شو ما سمعتوا؟ الصبح حكيت مع عمو وهو قال لي، بعدين حكيت مع لين، لقيت أكثر من مرة وما ردت تنوم. معناتها أنا رايحة هلأ لأطمن عليها. شو سميح؟ إذا بدك امشي معنا، بنروح مع بعض. أنا مو فاضي، ولازم فوت على محاضرة الدكتور بكري اليوم، وإحسان لازم أحضر كمان، بنروح بعدين إن شاء الله. طيب، طالما هيك بشوفكم بعدين. ركزوا محاضرة. خلينا نقوم إذا بدنا. ايه تفضل. تفضل. أهلا وسهلا بجلال بيك، كيفك؟ تفضل عود. أهلين فيك مصطفى.
هلأ اجيت من المحاسبة، عملت الموازنة، بس قال في كم ورقة لازم اوقع عليهم لينهوا الموضوع، وقالوا لي هن موجودين عندك. صحيح، هلأ بعطيك ياهن. ليك انا حاسس انه شغلنا سوا رح تكون نتائجه كتير ممتازة، وبكرة بذكرك يا جلال ان شاء الله. نصيحتي لإلك تسكر مكتبك وتتفرغ لشغلي. ليش؟ ليك جلال، انا مثل ما قلت لك من اليوم ورايح حابب كتير نشتغل مع بعض، وانا بأكد لك يا صديقي انه هون رح تكسب مصاري اضعاف يلي عم تكسبه. والله انا شايف انه بكير على الحكي. وين الوراق يلي لازم اوقع عليهم؟ هدول، بعدين اجار المكتب يلي بدك تدفعه كل شهر بتوفره مصروف لبيتك. بس يجي الوقت المناسب نحكي بهالموضوع يا مصطفى، بدي وقت لفكر. ادخل. مرحبا. اهلين اختي. جلال، انت شو عم تعمل هون؟ لك سميح، شو هالمحاضرة هي ولو؟ شو بيعرفني أنا؟ هي فزلكات الدكتور بكري، قال شو محاضرة مشتركة. نحن شو قلنا شغل مع الطلاب هدول؟ نحن لشو سجلنا طب التعليم المفتوح؟ أه؟ شوف هي، والله تقول رايحة تشطف. الله، أحسان شوف مين اللي جاي، جاي وجاي معه أحلى سلاح لنحاربه فيه. أيوة. صباح الخير. أهلين. في شي معاجبك يا أبضاي؟ لهلأ ما في شي بنوب يا كازانوفا الجامعة. شو؟ شو يا شباب؟ ما عندكم محاضرة هلأ؟ يلا فوتوا قدامي. حاضر دكتور. تفضلوا. تفضل ارتاح، ليش واقفة؟ يعني كنت بتوقع أي شيء بالدنيا إلا أني شوفك بمكتب أخي مصطفى جلال بيه. في واحد من معارفه لجلال بده يبيع عقار، ومشان هيك إجا لعنا ليكون بسيط بالعملية. الله يوفقكم، وأنا جبت لك الوكالة اللي طلبتها مني. يسلموا. بدي استأذن أنا، خاطرك ستك. مع السلامة، بكرة المساء رح نشوفكم. غير في شيء؟ رح نزوركم، هيك اتفقنا. مظبوط. عن إذنك دقيقة أقبال. شكرا لك مصطفى. العفو جلال بيك، بعرف إنه هالموضوع حساس شوي بالنسبة لك، بس بتمنى بالوقت الحالي ما حدا يعرف من عيلتي وأصدقائي إني عم اشتغل. طيب أنا ما رح جيب سيرة أبدا. خلص لا تاكلها. كون وهلا عم يستني. طبعا تفضل، شرفت. شكرا. اذنك معك. سمكه قربت تعلى وتاكل الطعام. لين، حاجة تدللي، خلص قومي. بتتذكري لما نحنا كنا ولاد قديش كنا نلعب مع بعضنا، وكنتي تاخدي لي كل الألعاب تبعي. صحيح ما عدنا مثل أول، بس أنتي بتضلي أختي لين. اليوم خفت كتير أنه يصير لك شي مو منيح. بدي أقول لك شغلة لين، حتى لو نحن اختلفنا أنا بحبك كتير، ولو شو ما صار بيناتنا بتضلك غالي على قلبي، وما بعرف منين اجتني هالقوة لحتى قدرت اكسر الباب. وأنا
وأنا كمان بحبك يا أحلى أخ بالدنيا. طيب منجي على آخر مجموعة، وبدي من هاي المجموعة تعمل شوية تجارب بالمخبر. مين ضل عنا؟ ارفعوا ايديكم لشوف، ارفعوا ايديكم يلا. ماشي أليس، انتي ضلي مع سميح. بس دكتور في شي يا مجد؟ لا عفوا. منيح منيح اللي فتنا على هالمحاضرة، الفرصة اجت لحالها. وإحسان بيشتغل مع زميلته مروة. بس جوز عمتي أنا. جوز عمتي؟ اسمي الدكتور بكري يا إحسان. شباب نحن هدفنا أنه تكون هالمحاضرة ورشة عمل مثمرة بين طلاب كلية الطب، ومشان هيك قسمناكم لمجموعات اليوم. طيب وهلأ مين ضل عنا؟ كثير منيح، مجد أنت رح تشتغل مع علي. معكم فرصة 10 دقائق ورح مر على كل مجموعة، وكل واحد ما بشوفه بمجموعته لا عاد يفرجيني وشه نهائيا، مفهوم؟ لا. مرحبا ستاجر. اهلا فيكي يا بنتي. قالوا لي لين مريضة، شو صاير لها؟ ايه والله صارت شغلة بينها وبين ابوها، من وقتها ما عاد اكلت واعصابها تعبت شوي. اكيد بسبب الامتحان، الله يسامحه عمو بكري عم يضغط عليها كتير. ايه طبعا، يعني بشغلت انتي كمان اهلك اكيد عم يضغطوا عليكي. ان شاء الله هالسنة بتنجحوا بالسجلوا بالجامعة. ان شاء الله، المهم هلا انا طالع شوفها. تفضلوا يا بنات، دوقولي هالشاي مثل دم الغزال. شو هالتشبيه؟ مو حلو أبداً، بحس كتير فيه توحش. يعني بالله قلي شو علاقة حيوان ظريف مثل الغزال بالشاي اللي نحن عم نشربه؟ بظن لحتى نغير أفكارنا لازم بالأول نغير مفرداتنا، ما هيك؟ يلا أنا رايحة أشوف زميلي بالمجموعة. روحي وشوفي لنا هالزميل. إحسان شو وينك لهلأ؟ شايفة الدكتور بكري كيف سلمك لهالوسيف؟ نعمل الجولة بالكلية؟ لك ايه شفت؟ بس كأنه ما عندك مشكلة وما اعترضتي بنوب. مجد بدك يعني اعترض على الدكتور بكري؟ يعني قلي له انك مو حابة انه يكون هو زميلك بالمجموعة مثلا. لا تكون غيران علي مجد. لا انا يعني ليش لحتى غار؟ كل القصة اني ما بحب سميح يكون جنبك مو اكتر. مجد شوف، كل اللي حكيته عن سميح مزبوط، عن جد انا مو قاتلي حالي لاشتغل معه. عارف وحتى لو كان بروفيسور واحد مثله ما بينشغل معه. يلا عالدرس. يا الله ليش تركت هالمادة لهالسنة؟ ليك عملت لي مشاكل. ايه مزبوط. كيف صارت منيحة؟ يعني الصبح وضعها ما كان كتير بيطمن، بس هلأ صارت أحسن. انت كيفك؟ ماشي الحال شكرا لك. يا الله هالسمكات شو حلوين، انت اشتريتهم؟ اجوني هدية، مروة اشترت ليهم. مين مروة؟ كأني ما بعرفها. هي رفيقة أليس بالكلية. معناتها هالشرشوحة عند رفقات. والله انت عجيب يا أوس، علاقتك منيحة مع هيك نوع من الناس. لو سمحتي ما تقولي عليها شرشوحة. وهلأ اذا بتسمحي عندي شوية شغل ولازم خلصهم بسرعة. طيب ماشي، انت ما بتلأمس حب نوب؟ بتمنى لك السعادة مع سمكاتك وصاحبتهم كمان. ها هدول جبتهم للين، وصلهم تتهنى فيهم. أنا برأيي كل هال
الأدوات يلي منستعملها بالتحليل المخبري لازم تكون من النوع المنيح مو هيك؟ هلأ يمكن تقول إنه هاي الشغلة مكلفة كتير بس أنا ما بشوف هيك، شو رأيك؟ بس شوي. يا الله لوين رايح؟ سميح ماني فهمان عليها شي، يستر عرضك خلصني. أحسان ما ردت علي. تعرفي أنا ما بحب دروس المشتركة أبدا، بس مشانك أنت أنا رح صير حبها، يعني نحن أكيد رح نتساعد. إيه طبعا أكيد. شو يا شباب كلكم موجودين هون؟ كمان أنت عندك مادة إدارة المشافي، أنا رح ساعدك فيها، أنت لا تاكلي هم. مجد شو هاد اللي سويته؟ مو بقصدي دكتور، الدرس كان صعب علي يا دكتور. بكرة منشوف بالامتحان إذا كان الدرس هذا صعب ولا سهل. يلا جهزوا حالكم بدنا نروح. رح جيب المصنف. تفضل أبضاي. أمي أنا هون بنتي بالمطبخ. إيش لونك؟ شو هالعادة؟ لا بقى تعملي هيك. لك أنا شو اللي نساني عيد ميلادها؟ لك أمي الواحد شو بده يتذكر ليتذكر؟ إيه الله يكون بعونك. معقول هالحكي بانا؟ يا ريت جبتي شي شغلة لأختك. اف تقولي المصاري معي بشوالات. يعني شو فيها لو جبتي لك شي شغلة لأختك؟ أي شي؟ شي إكسسوار؟ عيد ميلادها راح ومشي الحال، وأنا ما بدي جيب لحي الله شي وخلاص. دخيلك أنت أصلا ما بتعملي غير يلي براسك. بس الله يعينك على هالعقل. إذا رح تضلي بهالعقلية رح تبقي أنتي اللي عم تقدمي هدايا، وبعمرك ما رح تاخدي هدية. كل أسبوع بدنا نحدد موضوع جديد ونعمل درس عملي يا شباب. لك من وين طلع لنا هاد؟ إحسان في شي معاجبك؟ لا ولا شي دكتور، بس عم بيقلي قديش شرحك سلس. طيب بمحاضراتي ما حدا بيحكي مع اللي جنبه، وكمان ممنوع الحكي بدون إذن، ويلي عنده أي شي بده يقوله بيقوله بصوت عالي، مفهوم سميح؟ مثل ما بدك. خبروني مبسوطين بالمحاضرة؟ عجبتكن؟ حلو كتير. كل أسبوع رح يكون عنا مشروع جديد. يا شباب ادرسوا هالمادة منيح، امتحان ما في، رح تاخدوا علامات على ورشات العمل. واهم شي بدي اياكم تعرفوا انه هدف هاي المحاضرة انكم تتعودوا على حياة الفريق يلي رح تعيشوها بالمشفى بس تتخرجوا. حلوة كتير. شكرا. ايه بانا خانم عم بسمعك. اسمعي هلا، انتي مو رحتي على الجامعة هداك اليوم وما لقيتيني؟ الطلاب ما قدروا ياخدوا اذن من الاساتذة، فاضطرينا نساوي الحفلة بمكان تاني. لا اله الا الله، معقول الاساتذة ما عطوا الطلاب اذن ليعملوا الحفلة اللي هني خططوا لها؟ وبعدين مو على اساس بدك تقولي كلمة بالحفلة؟ وحياتك يا سونيا ما عطونا اذن، بعد ما وافقونا رجعوا غيروا رايهم. بتحبي يحكي لك التفاصيل اكثر؟ لا تفاصيل ولا غيره، خلصنا. انا حكيت مع الاساتذه ومع المعيدين وسالتهم وقالوا لي ما في هيك حفله، وخليتهم يسالوا لي طلاب السنه الثانيه. وشلون وصلتي لهم؟ ايه مع الدكتور بكري، بكري اتاباي. كيف؟ ايه شباب بكفي اليوم، بشوفكم الاسبوع الجاي. ايه منيح نفدنا. شكراً أليس، ها
هاي أول محاضرة بحضرها وبكون مبسوط فيها عن جد. شكرا. العفو بس أنا ما عملت شيء أبدا يا سميح. أليس شوفك المحاضرة الجاية. ما بدك تزوق على دمك. خلص مجد تركه بحاله خلينا نروح. أليس رح ترجعي معي على البيت. طيب دكتور مجد أنا بدي روح بس حكت على مع سميح. سميح خلينا نهرب بسرعة ولا مروة ما رح تتركني بنوب. إذا بدك روح أنت أنا إلي شغل مع هالولد اللي مو شايف حدا. أحسان رح أهرب. يا الله لوين راحت؟ شفت لي اياه؟ شكرا. احسان احسان استنى. سميح شو يلي عم تحاول تعمله؟ ليش شو عملت؟ أليس اوعك تقرب منها. قولي شو حكيتي للدكتور بكري؟ انت شو إلك علاقة؟ انت مهمك هلا غير تعرفي الشي اللي حكيته؟ بس جاوبيني. سنة حلوة يا سونيا، سنة حلوة يا سونيا. يلا يلا ليك روح لاقي وحدة غيرها تسلى فيها. ومين اللي قلك اني عم اتسلى؟ سميح انا عم حذرك وانت بتعرف كتير منيح شو بقصد بهالكلام. خوفتني والله. يعني اللي بفهمه منك انه هي بتعرف انك بتحبها. لا تستدرجني لأتخانق معك. ما في داعي انه استدرجك بنوب. انا بدي اتخانق معك. شكلك عم تلعب بعداد عمرك. أليس حل عنا وتركها بحالة بقى. فهمت علي؟ مجد أليس أولتها وآخرتها رح تكون إلي وبرضاها رح تيجي لعندي. خيالك حلو. أكيد مو خيال. بكرة رح تشوف بعيونك. تأكد يا مجد أليس ما رح تكون لإلك، رح تكون إلي لعيش وأحلم أنا وياها. لا تحلم يجي يوم يصير فيه هيك شي يا سميح.